كأنه ساواه بالمولى عز وجل يعني. صحيح نعم. لا لكن هم الذين ذكروا ذلك يعرفون هذا. وكلمة قاضي القضاة نعم يعني كأنه يعني رئيس الرؤساء أو كلام من هالقبيل، هذا لا يمتد أبدا إلى قضية خالق الخلق. نعم. لا يساوى في شيء. لو أخذنا هذه المسألة فقط وقلنا إن ذلك لا يقال إلا المولى عز وجل، حتى كثير من الصفات التي أباح الشارع أن يوصف بها الآدميون نعم يعني وقد وصف الله بها نفسه تصبح محاذير كثيرة لا يتحرك الإنسان إلا في أقل القليل، لكن المعلوم عند المسلمين ومن عقائدهم أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تساويها صفات المخلوقين بأي حال من الأحوال. فإذا ذكر قاضي القضاة والله رئيس الرؤساء والله رئيس وزراء أو شيء من هالقبيل، كل ذلك لا ينصرف إلى قضية الخالق، لأن قضية الخالق يعني مسألة بعيدة جدا عنها.